شدد أحمد بلال عضو مجلس النواب على ضرورة الاهتمام بالتوسع في المشروعات الصغيرة، وذلك من أجل تعميق الصناعة المصرية. من أجل تعميق الصناعة المصرية لابد من الاهتمام والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ده من خلال إيه؟ من خلال البنود الجمركية اللي بالفعل أعدتها هيئة التنمية الصناعية، أعدت مئات بل آلاف البنود الجمركية التي يمكن تصنيعها محليا والتي يمكن الاستغناء عن استيرادها تماما يعني. وده معناه أن أنت بتقلل لي من فاتورة الاستيراد، وانت بتخلي المواطن يعتمد على المنتج المحلي، بل بالعكس ان هذا المنتج المحلي يكون مؤهل للتصدير. التوسع في هذه المشروعات من شأنه ان هو يشجع الصناعة، لانه بيخلي المنتج المحلي مش محتاج لمنتجات من برة علشان يجمعها، بل بالعكس بيكون كل المنتج عنده يقدر يصنعه بشكل كامل، وده في النهاية هيخفف الاسعار، هيخلي المواطن في مستوى معيشة اعلى، هيقلل العجز التجاري، ده في النهاية هيعود على الاقتصاد المصري كله.